صباحكم سعيد، اهلا ومرحبا بكم مستمعينا على امواج راديو دوزا. ما غادي تسمحوا لينا بزاف، ولكن تكلمنا لكم بزاف مؤخرا على كل ما هو سلبي. تكلمنا على السموم البيضاء، تكلمنا في بدايه الامر على الدقيق الابيض الفرس او الفرينه، تكلمنا البارح على الشحمه البيضاء والاضرار ديالها. اليوم غادي نواصلوا مع السم الثالث، واللي هو السكر اللي الاستهلاك ديالو ارتفع بزاف في الاونه الاخيره. ياك عندك احصائيات سينابيل يا شيخ؟ صباح الخير، صباح النور، صباح الخير سادة المستمعين. فبطبيعة الحال يعني هاد السموم الاربع هي الاصل، ولا هي الركائز الأساسية ديال الإصابة بمجموعة من الأمراض، سواء كانت أمراض داخلية ولا أمراض خارجية، سواء كانت أمراض اللي غتبان على المدى القريب أو أمراض اللي غتبان على المدى البعيد. فالآن علميا أصبح مثبوت علميا، يعني مسألة اللي مبقاتش تناقش، أن هاد السموم الأربع لو أن الإنسان يجتنبها ويعوضها بأمور أخرى يمكننا نبتعدوا بمسافات كبيرة على مجموعة كبيرة كذلك من الأمراض. عفوا، فهاد السكر الأبيض أو السم الأبيض اللي هو السكر، فبطبيعة الحال الاستهلاك ديالو تزاد بشكل كبير، وهناك دراسة اللي تقول على أن السكر الأبيض هو سبب في ملايين الوفيات في العالم، ماشي مليون ولا جوج، راه اكثر من 15 ولا 20 مليون ديال الوفيات في العالم تيموتوا نتيجه والسبب تيكون هذا السكر الابيض. والدراسه الامريكيه بينات على ان الخطر في السكر هو الاستهلاك الغير المباشر ماشي الاستهلاك المباشر. والاحصائيات تتبين على اننا دزنا من 10 كيلو ديال استهلاك السكر للشخص في العام دابا 50 كيلو. واو استهلاك، نعم 50 كيلو، تتخيل مضروبه في خمسه، في خمسه في مده ديال 30 سنه ولا 40 سنه تضربات خمسه. نعم اكزاكتومون. فمن بين اسباب السمنه، بين اسباب السمنه هو الاستهلاك المفرط الكثير ديال السكر الابيض. الوغ باش نعطيك فكره، هذيك الطوبه صغيره ديك اللي تنديروا في القهوه فيها 5 غرام، دونك هذيك باش توصل من 5 غرام ل 50 كيلو، حسب شحال من وحده خصك تاكل في العام باش توصل 50 كيلو. يعني اننا تنستهلكوا كميات كبيره جدا من السكر، وكيف ما قلت حقول من السكر. نعم حقول من السكر، صح. يعني تخيل دار فيها اربعه الناس ياكلوا جوج قناطر في العام ديال السكر. نعم. فهذا هنا هاد المساله ديال الاستهلاك السكر، قلت ان الخطير في الامر هو علاش يعني الناس ما واعيينش، وانا منهم طبعا ما واعيينش بهذه الخطوره هذه. يمكن ما تنشوفوش الهول ديال الامر لان تناخذوا السكر بطريقه غير مباشره. هو الخطير هو الطريقه الغير مباشره. نشرحوا هذه الطريقه الغير مباشره، واخا لان انا نمشي معك. شحال غتشربي كاع من كاس ديال اتاي في النهار؟ ثلاثه كاع نديروا حنا اتاي تتحلي انت بالسكر، شحال غديري فيه من السكر؟ جوج مثلا، ثلاثة في جوج شحال هي؟ ستة طوبات، ستة في خمسة هي شحال؟ 30 غرام في النهار. سي غيان داكوغ. ولكن ملي غادي نجي وغنقول لك مثلا غتاخذي ان غاتو باتيسري كيف ما بغا يكون، اللي طريف منه فيه تقريبا واحد 20 طوبة سكر. مشروب غازي كاس فيه مثلا واحد 10 ولا 15 كانيطة فيها تقريبا 15 ولا 20 طوبه ديال السكر. ملي تاخذ الحلويات كذلك، ملي تاخذ هذوك لي طابليت ديال الشوكولا، ملي تاخذ المسكار، ملي تاخذ لي بونبون، ملي تاخذ العصائر الاصطناعيه مضاد السكر، يعني هذه كلها الخبز اللي تكلمنا عليه فيه السكر، فيه السكر. فملي تاخذ هذا الشيء وتتبقى تحبس، تلقى بان في اضعاف 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 مضاعفه ديال هذاك السكر اللي غدير في اتاي ولا غدير في القهوه. دونك هذا الاستهلاك الغير مباشر هو اخطر من الاستهلاك المباشر ديال السكر. وهنا فين المساله، هنا فين كاين الخطوره ديال الامر، لان الناس ربما تيحيدوا السكر من اتاي ولا من القهوه، ولكن تيخلي السكر في الامور الاخرى، وخصوصا بالنسبه للاطفال، لان هذا السكر الابيض باش نعرفوا الخطوره ديالو هو داخل في الخانه ديال الاغذيه ديال السعرات الحراريه الخاليه اللي ما تجيب حتى شي فائده، ما فيها حتى شي فيتامينات، فيها فقط سكر. وبالتالي الاكثار منه هو سبب ديال السمنه، سبب ديال الارتفاع كذلك الكوليسترول، لان الا ما تحرقش يتحول لشحوم، سبب ديال ارتفاع ثلاثي الجليسيريد، وسبب من اسباب ديال امراض القلب والشرايين اللي هي السبب الاول ديال الوفيات في العالم. فهنا ملي تنهضروا على هذا السكر، انا ما تنقولش بان خصنا نحيدوه 100%،
ما تنقولش انا هادشي، غير هو خصنا نقننوا الاستهلاك ديالو. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الناس اللي تيضيفوا السكر في القهوه او في اتاي، على الاقل يبدلوه بالسكر الاسمر. كاين لو سوكر غو ولا لو سوكر برون، اللي هو صافي با دي راه مفيد، هو اقل ضرر من السكر الابيض. واخا ستيفيا لاسبارتام، نعم، هذه كلها محليات الا بغيتي نديروا عليها حلقه كامله، لان هذه المحليات هذه ف لها ايجابياتها ولها سلبياتها. يعني راسي تضربوا في هذا المجال. نعم. هذا. ولكن انا مؤخرا تكلمت مع واحد الطبيب يعني اندوكرينو. نعم. مشهور يعني معروف بزاف، قال لي لحد الان ما كايناش يعني تقريرات علميه وصريحه اللي تثبت الضرر ديال هذه المنتوجات هذه. لا هادي. اللي كاين نشوف. انا قلت لك نديروا ان شاء الله حلقه عليها مطوله. وغادي نعطيك المشكل فين كاين في هذيك المحليات. واخا نعطيك المشكل تطبيقيا في المحل. علاش حنا دابا ما حنا معاها ما حنا ضدها. ولكن ني غنعطيك المشكل فين كاين، تما انت غادي تشوف واش معاها ولا ضدها. واخا دونك شنو هو الحل بالنسبه لك بالنسبه للسكر؟ حنا ولفنا سنسنا. لا مش لا ما بلاتش هنا بلاتش دابا هنا. واش ولفنا الحلاوه ولا ولفنا السكر؟ بجوج. حيت الحلاوه يلا اون فادير الحلاوه. لا حيت الا ولفنا الحلاوه راه التمر حلو داكوغ. دونك اوليو باش تاخذ حلوه خذ تميرات، اوليو باش تاخذ بونبون خذ شريحه، اوليو باش تاخذ شكلاط خذ زبيب. الا تنهضروا على الحلاوه، الا تنهضروا على السكر هنا راه شي مساله اخرى. ايوا دونك هنا حيت كاين اللي تيقول لك انا ضروري خصني مع الربعه خصني شي حاجه حلوه، تقول له خذ تمر. لا شي حاجه لا شي حاجه حلوه. اي راه تو سباس دون لا تيت بيان سور. سي سا لو بروبليم. اي لو بروبليم سي كو هاد الناس هادو هاد الاباء الله يجازيكم بخير ما تولفوش وليداتكم الماكله الحلوه. يعني ملي تتولف ولدك عنده 6 سنين ماشي 6 سنين عنده 6 شهور 7 شهور 8 شهور وتتبقى تزرع عليه في الامور اللي هي حلوه، اولا غير فضلك الخضار كامله ما غيبقاش ياكلها، هذه النقطه الاولى. علاش؟ لان تتربى عنده المذاق ديال الحلاوه، وان فوا تتربى المذاق ديال الحلاوه صعيب باش انك تحيدو. حتى ما تعنيش اننا نبعدو من الحلاوه، راه سو فيغ بليزير دو طون زون طون سي با غراف. راه حتى انا تناخذ حلوه مره مره ديال الباتيسري، حتى انا تناخذ طريف الشوكولات مره مره، احنا بنادم ما تنخدموش بالضو تنخدم. اي لا تونتاسيون اي غراند كاينه. ولكن ملي تيولي داكشي بشكل يومي ومرات عديده في اليوم، يعني الناس يحسبوا شحال السكر تيدخلوا الجسم ديالهم في اليوم. زوينه هاد القضيه اللي ترجمتيها للطوبات باش الواحد يوعاو بالخطوره ديال الامر. ديال الامر دائما يترجموا هذاك الشيء غياكلوا الطوبات ديال السكر. انا قلت لك منين يشريو اي منتوج يشوفوا نسبه السكريات اللي فيه، واش عرفوا بان الطوبه وحده فيها 5 غرام وكاينه حلول على 5 وغادي يعرفوا. كيف ما قلتي سينا بالعيشي كاين حلول طبيعيه. فمثلا الوصفه ديال اليوم هي وصفه معروفه واللي ضروري تنزيدوا فيها السكر في الاخير، بان بيردو هذاك الخبز اللي تنقليو بالبيض والحليب وفي الاخر تندردروا عليه السكر. فانا كيف ما جبت الحلول ديال الرغيف بالشحمه، وفي هذا الاطار غادي نقول للمستمعين سمحوا لي لان ما عودتش لهم الشحمه حيت قلت لهم اللي بالنسبه اللي تيبغيها واحد المعلقه صغيره ديال الشحمه الكلوه، ولكن بغينا نستغنيو عليها نعوضوها غير بضمه البنه. اذا كانت ضمه البنه تتعطي هذاك المذاق، ما كانتش من الاحسن بلاش. اليوم في عاوت البان بيردو اللي غادي نقليو ولا غادي نديرو فيه السكر، انا غادي نعطيكم حل ساهل جدا تيجي لذيذه بزاف. اولا هذاك الخبيز كيف المعروف تنفزكوه في البيض مترب مع شويه د الحليب او لا كريم، تيجي كريم خفيفه تخاصو يشرب مزيان، وفعوض ما نقليوه ندخلوه الفران. تبارك الله عليك. هذه الاولى. اه وي ندخلوه الفران، نقدروا غير ندهنوه شي شويه بشويه زيت سي با غراف باش يتقرمش لينا. ها حنا خرجنا من الفران، فعوض السكر اللي غادي نديروه انا تنصحكم جوج نصائح. اول حاجه عسيله غادي نسموها، يا اما بالقرفه يا اما بلا باديان يا اما اي حاجه اللي مزهر بحال العسل اللي تنطفيو فيها الشباكيه، ناخذ منها شي شويه ندوبوها مع هذيك النسمه اللي بغينا ونديروها فوق هذاك البان بيردو تيجي لذيذ. انا القرفه عزيزه عليا، نقدروا ندردروها من فوق العسل ونديروا فيه هو المزهر. والا بالنسبه للناس اللي يمكن لهم يقدروا ياخذوا لو سيرو ديغابل
راه دخل عندنا المغرب كاين موجود سيغ دي غابل تنديروه فوق البانكيك. علاش لا سور لو بان بيردو؟ حلو مصدر طبيعي من شجره لي غابل ولذيذ بزاف. فهادو جوج الحلول نقدروا نعوضوا بهم هذوك سنيده اللي تنغطسوا في هذاك الخبز وتناكلوا السكر بطريقه مباشره جدا. بعد على الاقل هنا تناخذوا طرق طبيعية كيف ما قلتي. نعوضوا الحلاوة بالحلاوة ماشي السكر اللي غادي نعوضوا بل الحلاوة. ففعوض السكر ناخذوا العسل الحلاوة اللي تتكون طبيعية. واضح. شكرا لك سي نبيل عياشي على النصائح اليوم جميلة ولذيذة. الله يجازيك بخير. نتمنى بأن المستمعين استفدوا معنا اليوم كيف ما نتمنى وغادي يستفدوا بقية الأسبوع في كل سماعا على أمواج راديو دوزام. إلى اللقاء.